من باتنا تعهد مرشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد في حال وصوله إلى كرسي الرئاسة بتحرير القضاء والإعلام مع فتح المجال أمام الكفاءات الشابة. لازم نحروا القاضي كما نحروا الاقتصاد كما نحروا الثقافة كما نحروا الإعلام، لازم يتحرر الشعب الجزائري من هذه القيود، هذه القيود اللي كانت الإدارة اللي عندها الخيوط اللي كانت تسير في كل شيء. لابد نحروا شعبنا، نحروا المستثمرين في الجزائر، نخلي الناس تخدم. بلعيد أكد بأن الشعب الجزائري قادر على حل مشاكله الداخلية بنفسه ولا يقبل الوصاية من أي طرف كان. الجزائر في خطر، بطرق أخرى، بسياسات أخرى، بنظريات أخرى، الجزائر في الخطر، ولا بد أن يكون وعي حقيقي داخل المجتمع الجزائري لنتماسك مع بعضنا البعض. الجزائر مستقلة وعندها السيادة نتاعها وشعبها عنده إمكانية أن يحل المشاكل بين بعض البعض، وما نقبلوش لا الوصاية ولا النصيحة على الآخرين، لأن الجزائر عندنا قدرتنا أننا نناقش مع بعضنا البعض ونحل مشاكلنا. المترشح بلعيد اعتبر أن الحل السياسي أرضية وأساس لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.